الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في أمسية جديدة مليئة بالخير والحب والسلام إن شاء الله. اليوم إحنا في ثاني مباراة من مباريات دور الثمانية، اللي يخسر يرجع إلى محافظته، واللي يفوز يصعد شبه نهائي في مسابقات جامعات العراق معارف التراث اللي تقيمها العتبة العباسية المقدسة. عندنا اليوم جامعتين من جنوب القلب، من جنوب العراق، جامعتين مهمات بصراحة إلهم حضورهم، وبالدور المجموعات كانت نتائجهم رائعة جدا. شباب ثقافتهم عالية من وسط القلب، من جامعة واسط ومن جامعة القادسية، فريقين صعب نتكهن بالفائز منهم ولو سولفنا احنا بالكواليس، بس خليهم هم بإجاباتهم يحسمون النتيجة إن شاء الله. حي الله إخواننا في جامعة واسط المبدعين، وحي الله إخواننا وأعزائنا وحبايبنا في جامعة القادسية المبدعين الرائعين المثقفين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. شلون هالمعنويات؟ والله عالي. سولفتوا قبل أن نبلش؟ والله صارت يعني تحديات بسيطة، لأن تعرف هم جيراننا بالسكن. حلوة التحديات، منافسة إن شاء الله بالفندق هناك صارت تحديات. جيد إن شاء الله. أقوى تصريح انطرح هناك شنو كان؟ هو قال أريد أوصلك بالجراج. من اللي قال أوصلك في الجراج؟ مازن؟ أي مازن أنت؟ هو قال لا هو إجانا كل ما أشوفني قال لي أنا أوصلك اليوم. أنا أوصلكم للجراج، بس اللي يريد ينسحب أول أنا أوصل الجراج، ما عندي مشكلة. لا هم إيش قالوا بعد ميدان يا حميدان. الميدان يا حميدان، يا ألف أهلا وسهلا بحضراتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. نبلش على بركة الله خروج المغلوب. السؤال الأول لجامعة واسط وتحديدا للأخ الكريم سجاد. السؤال يقول: جعفر بن أبي طالب عليه السلام المعروف في الأردن؟ في الأردن. ثبت؟ أثبت. ثبت. والله ثانية ما كملت، ثانية واحدة ما كملت، يعني معشار من الثانية، جزء من الثانية. أنا أريد أسأل، جعفر الطيار استشهد في معركة مؤتة، وقبره وين رأساً؟ قال في الأردن الأخ الكريم. في بداية الأحداث، الأحداث الإرهاب في المنطقة، كان هناك حديث عن أن هذا المكان راح يتعرض لإساءة إرهابية، ولكن في الأردن؟ لو في مكان ثاني. لا في الأردن. الأردن إجابة صحيحة. 10 نقاط 10 نقاط أولى تضاف لرصيد جامعة واسط، ويستاهلون صراحة. إجابة سريعة حلوة، ما أدري إذا أسلوبك السرعة في الإجابة فهذا شيء عائد لك، بس أنا أحذرك من التعجل. سؤال سهل سؤال سهل جدا أيضا لجامعة القادسية. الآن السؤال موجه إلى جامعة القادسية وتحديدا للأخ علاء. علاء مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله. سؤالك سهل جدا. يقع مقام النبي شعيب عليه السلام في مكان ينسب إليه، وهو الديوانية بغداد ميسان. إن شاء الله الخيار الأول الديوانية، وتحديدا الدغارة. بالدغارة. نعم. ثبت؟ إن شاء الله. مثبت، والإجابة صحيحة، و10 نقاط تضاف لرصيد جامعة القادسية. أنا قلت لكم سؤال سهل، خاصة أنه أنتم من أبناء الديوانية. الله يسلمك. الآن السؤال لجامعة واسط. إحنا كل الجولة الأولى سهلة إن شاء الله خير. أسامة. نعم. ميزاب الكعبة المعظمة يقع بين الركن العراقي والشامي، ويسمى بميزاب المغفرة، لو ميزاب الرحمة، لو ميزاب البركة. 30 ثانية بلشت. تحديداً اللي يقع بين الركن العراقي والشامي. رايح عمره أنت في يوم من الأيام أو حج؟ إن شاء الله في يوم من الأيام. إن شاء الله تقسم لك قريباً بإذن الله. راح أثبت على الإجابة الثانية، ميزاب الرحمة. نثبت؟ نعم. نثبت على ميزاب الرحمة. شوف نصيحة أخواني الفريقين، لما تقولوا لي انطوني الإجابة وخلوني إذا أكو وقت بالذات خلوني أسألكم. ثبت ليش؟ لأنه هاي الجزء من الثانية، هاي الثانية اللي أسأل بها الثانيتين، ممكن أنت تعيد التفكير، بس لما تقول لي أنا أثبت مباشرة نفس اللحظة نثبت، لأنه معلومة مرة علي. الإجابة صحيحة. ثاني 10 نقاط لجامعة واسط، ويستاهلون، وصاروا 20 بالتوفيق إن شاء الله. 20-10. بس الآن السؤال موجه للأخ الكريم مازن، وسؤالك ما أدري نصيبكم أسئلة سهلة الفريق اللي حد الآن، بس لأن بالجولة الأولى بعدنا. مقام نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام في العراق من المقامات التاريخية
التي خلدت بالبقاء وهو في مدينة كربلاء. لون نجف، لون الحلة، فكر زين وانطيل الجواب. 30 ثانية بلشت. حلو التركيز. سمعنا ايش قاعد تفكر؟ ان شاء الله مدينة الحلة بابك. اثبت؟ ان شاء الله ثبت. ثبت على مدينة الحلة. مقام نبي الله ابراهيم عليه السلام. واصل له؟ لا بس ان شاء الله المعلومة. معلومة. ان شاء الله توصل له الاجابة صحيحة. 20-20 صارت. الامور طيبة لحد الان. ان شاء الله الامور وضعكم طيبة. جيد؟ وضعكم جيد بالعلامة الكاملة. خلي نشوف السؤال الثالث يم الأخ علي. علي سؤالك سهل أيضا. يقول يقع مرقد ومزار الشيخ والرامي الحلي في مدينة الحلة في محلة التعيس الجامعين السنية. 30 ثانية بلشت. الإجابة الأولى. خيار الأول؟ نعم. ثبت على الخيار الأول؟ نعم. ثبت على الخيار الأول. احنا ردنا نخفض هاي الجولة بعلامة كاملة لكم وعلامة كاملة لهم، بس لما تجيك إجابة خاطئة راح يعني شوية تعكر صفو الليلة هاي الحلوة. إن شاء الله ما تتعكر، لأنه ما تتعكر إجابة صحيحة صاروا 30 إسباع جامعة واسط. بالتوفيق إن شاء الله. نجي لإسباع جامعة الديوانية، جامعة القادسية. والسؤال الآن لأخ عباس، سؤالك أيضا سهل. مسجد النقطة يقع على سفح جبل الجوشن في الشام، فيه صخرة عليها نقطة دم يقال إنها من دماء رأس الإمام الحسين عليه السلام. بأي مدينة يقع؟ مدينة حلب، لو حمص، لو مدينة دمشق. 30 ثانية بلشت يا عباس. من أقل من يتكلم بالمسابقة بس إجاباته واثقة. إن شاء الله الاختيار الأول مدينة حلب. الاختيار الأول مدينة حلب. أثبت؟ إن شاء الله. نثبت على حلب. شوف لعبتها صح لما أنت قلت الإجابة وبعدين خليتني أسألك ورجعت نص ثانية ثانية فكرت وقلت لي إن شاء الله نثبت. إن شاء الله. أنت واصل لهناك؟ واصل للمنطقة هاي؟ سامع بهالمعلومة. واصل لسوريا أصلاً؟ لا لا ما. يا رب تقسم لك إن شاء الله زيارة السيدة زينب. تروح لسوريا. سوريا حلوة. نعم. وإن كان عاث بها الإرهاب فسادا بس سوريا رائعة. وإجابتك صحيحة بالعلامة الكاملة يا جامعة القادسية. بالتوفيق. تستاهلون. 30-30. الوضع طيب للصوبين. لواسط للقادسية، أنت وين تتوقع النتيجة مشاهدنا الكريم؟ وبالمناسبة هناك سؤال موجه لحضراتكم مشاهدينا، والجوائز إلكم، والجوائز العمرة وزيارة الإمام الرضا عليه السلام وزيارة السيدة زينب مقدمة من العتبة العباسية بنهاية هاي الحلقة، فتابعونا للنهاية. الآن السؤال التشاوري اللي أعتقد هو اللي راح يحسم هاي الجولة. ما أدري، إحساسي إنه واحد منكم راح يتقدم، ما راح تخلص تعادل هاي الجولة، ما أعرف، مجرد إحساس. عن الأسئلة هذا أول اطلاعي عليها. السؤال يقول أول من بنى مسجد السهلة؟ بنو أسد، بنو ظفر، بنو قيس. فكروا شاوروا الطوني. بالإجماع الإجابة هي بنو ظفر. بنو ظفر. نثبت؟ نعم ثبت. نثبت بأول ثانيتين الجماعة اعطوني الإجابة. ثبتنا خلاص. شنو اللي يخليكم مش متأكدين؟ معلومة. 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 إجابة صح. 40 بالعلامة الكاملة. يقفلوها يختموها بالشمع الأحمر الجماعة. موفقين إن شاء الله. علامة كاملة لجامعة واسط. فالكم النهائي إن شاء الله. إن شاء الله فالكم النهائي، وإن شاء الله فالكم النهائي. بس هي أكيد واحد بس من الفريقين راح يتأهل بعد هذه المباراة، لأن إحنا وصلنا إلى مرحلة خروج المغلوب. الآن سؤال جماعي تشاوري. أريد الروح حلوة مستعدة يعني. إن شاء الله. ما أريد قلق وترقب. مستعدة إن شاء الله. واصلين جايكم القلق لقدام بالمرحلة بالجولة الثانية والثالثة. إن شاء الله. السؤال يقول بنيت قبة العتبة العسكرية المقدسة من قبل الأمير صدق بن منصور لو ناصر الدولة الحمداني لو دبيس ابن صدقة. 30 ثانية بلشت. بتسكين الميم طبعا مو بتحريك. متأكدين؟ 20 ثانية ظلن. أخذوا وقتكم. إن شاء الله الاختيار الثاني. اختيار الثاني؟ اي ناصر الدولة. نثبت؟ إن شاء الله. ثبت. ثبت يا جماعة. ثبت. ناصر الدين الحمداني. ها
هم ما استغرقت وقت طويل يعني. حلو الواثق والمتأكد، بس المو حلو لما تكون واثق والإجابة تطلع خطأ. وأنا توقعت إنه تخلص هذه الجولة واحد من عندكم متقدم مو متعادلين، وتوقعي كان خاطئاً لأنه نتيجة صحيحة، تعادل الفريقين على مكامل لجامعة القادسية أيضاً. بالتوفيق. إحنا قاعد نلعب نهائي مبكر صراحة، لأنه الجامعتين ما شاء الله عليهم معلومات عامة رائعة، ثقافة عامة حلوة. بالتوفيق إن شاء الله لجامعة واسط، وبالتوفيق لجامعة القادسية. راح أترككم مع همام وأرجع لكم إن شاء الله بالجولة الثانية. الجولة الثانية تختلف، الجولة الثانية كل سؤال بـ30 نقطة، يعني هاي الـ40 بسؤال واحد تصير 70. ركزوا يانا يا شباب، نستعد إن شاء الله ونركز ونفكر صح للجولة اللاحقة. الجولة الأولى حالياً أنتم متعادلين صراحةً. شوي خلينا نطلع من جو المنافسة زي. تمام؟ نعم. شنو اللي شفتوه من خلال مشاركتكم بهاي المسابقة؟ والله الصراحة يعني الأسئلة طيبة للطرفين، والطرفين طبعاً مستعدين استعداد تام، مطلعين وقارين ومحضرين جهوزية تام إن شاء الله. حلو. نعم أستاذ، والله طبق صوتك شيء رائع. شكراً جزيلاً. تمام. قدرت تستفاد يعني من مهاراتك، ثقافتك العامة؟ أكيد. كمية المعلومات اللي اكتسبتها خلال هاي المسابقة يعني فتشي كلش كبير وكلش عظيم. يعني جداً أقدم الشكر للعتبة العباسية وعلى قسم شؤون المعارف على هاي المسابقة الجميلة وهالفرصة الحلوة اللي قدمتها لنا. عاشت ليكم شباب. نعم. شدوا حيلكم، المنافسة قوية بهاي الجولة. تمام؟ إن شاء الله. لازم نعدكم فريق يصعد إن شاء الله. فضلوا شباب كل التوفيق إن شاء الله. الله يوفق الساد. الله يسلم. نرجع للساد مرتضى. أهلا وسهلا ومرحبا بالمرحلة الثانية، الجولة الثانية من مباراة ثانية في دور ثاني اللي هو اسمه خروج المغلوب. خلصنا دور المجموعات، خلنا إلى دور خروج المغلوب. يخسر يطلع، يرجع مثل ما سموه الشباب يروح للقراج، واللي يفوز يكمل وين يروح مباشرة إلى نصف النهائي. يا محافظة عراقية راح تسجل وجود في نهائي هذه البطولة المعرفية الثقافية، ومن اللي راح يكمل للأخير ويأخذ الكاس. طبعا عندنا ثلاثة اللي يفوزون، الأول والثاني والثالث. اليوم نركز بمسابقة اليوم جامعة واسط وجامعة القادسية. والجولة الأولى سؤالها الأول اللي هو بـ30 نقطة اللي يوجه لسجاد. سجاد صاحب التصريحات النارية والاحتفالات الغريبة لما يسجل لما يجاوب. سؤالك يقول: ضبط ما يحتمله اللفظ من احتمال الغلط من غير عمد يسمى التصحيف. التصحيف. أثبت؟ أثبت. ثبت على التصحيف. زين، أنت التحريف استبعدتها. التحريف عن عمد. ها إيه، واللي غير عمد تصحيح. صحيح. بطل 30 نقطة، بطل ونص. 30 نقطة لسجاد لجامعة واسط، وصاروا 70 ويستاهلون. وحلو حلل إياها، قال لي التحريف غلط عن عمد، التصحيف خطأ عن غير أو غلط عن غير عمد. حلو حلو سجاد، موفق إن شاء الله. شكرا لجامعة واسط. بنفس هاي الهمة الريج جامعة القادسية، ومعروفين أنتم بالهمة والإتقان. السؤال لي على الديباجة، مقدمة الكتاب أو مقدمة الكتاب، لو وجه الكتاب، لو هوية الكتاب. نركز نفكر ونأخذ الإجابة إن شاء الله. 30 ثانية ظل منها 25. إن شاء الله نختار الجواب الأول، مقدمة الكتاب. أثبت؟ إن شاء الله أثبت. ثبت يا كنترول الإجابة الأولى، الخيار الأول.
مو وجه الكتاب. لا لا مو وجه الكتاب. المقدمة. المقدمة نعم. الديباجة حتى مرات يستخدموها للملابس أحيانا. صحيح؟ نعم. نعم. إجابة صحيحة. صرت 70 70 70. ما كل يوم السباق ما شاء الله عليه محتدم والصراع ناري بين جامعتين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أمسية ثقافية حلوة مسابقة معرفة تقدمها لكم العتبة العباسية المقدسة وبنفس الوقت بها جوائز حلوة وللجمهور أيضا هناك جوائز فتابعونا للنهاية. السؤال الثاني لجامعة واسط أسامة اليوم مو على بعضها. ها شو تقول؟ شوية يعني اليوم اليوم بالذات المفروض تكون مركز إن شاء الله لأنه جوز بدور المجموعات نخسر مشكلة نعوض هنا لا ماكو. سؤال يقول يا أسامة ضبط الكتاب على قواعد مدروسة لتقويم النص أو السند يسمى التحقيق لو التخريج لو التصنيف. أبداً يا علي متبع غير بعيوني لو بالشاشة بس ممنوع وكذلك السجاد. يا نظرت مالمو إحنا قرأنا سوية وراجعنا هيك شيء يريد يقولنا يعني. راح يكون جوابي هو الإجابة الأولى التحقيق. الإجابة الأولى التحقيق. أثبت؟ ثبت إن شاء الله. ثبت على التحقيق. تخريج. التخريج اللي هو تخريج يا أسامة. التخريج يا أسامة. 70 ردناها تصير إيش قد؟ ردناها تصير 100. راح تصير 100 إن شاء الله. لا تصير 100 لأن التحقيق صح. 100 100 100 إجابة صحيحة. 30 نقطة. 30 نقطة يا جماعة. إجابة صحيحة. التحقيق متأكدين ومتحققين من المعلومة. لا صحيحة. علي من يما قال لي لا صحيحة. خلاص صحيحة تستاهلوها. الحمد لله. تستاهلوها يا جامعة واسط. يا أسامة ويا علي ويا سجاد. زين شنو شارت معنى نظرتك إلى لما التفتت علي بعد ما طرحت؟ رحت أشوف شو اسمه. رحت أشوف معالم وجهه. إنه هو يعرفه لو ما يعرفه. عرفه سبع. سبع ونص. موفقين جامعة واسط. جامعة البصرة. مازن جامعة عفواً القادسية. مازن يا مازن. نعم دي. مستعد إن شاء الله. إن شاء الله مستعد. السؤال يقول إن ذكر مصادر مادة الكتاب يطلق عليه التخريج لو التحرير لو التعليق. ركز وانطيني الإجابة بثلاثين ثانية. والله ما اطمن نظرة مازن. حس قلق. نص الوقت انتهى. والله سؤال سهل يا عزيزي. عندك 6 ثواني. انتهى الوقت. هسه تنطيني إجابة. إن شاء الله الجواب الأول. ما راح أسألك أثبت لأن الوقت انتهى. التخريج. هز براس عباس. نعم. إجابة صح؟ نعم. يعني مو التعليق؟ لا. ولا التحرير؟ أبداً. متأكد بنسبة شقد؟ يعني مطلع عليها عن قريب هالمعلومة صح؟ بنسبة 100%. 100%؟ لا يعني التحرير 0%. شو رأيك أقول لك 0% هي الإجابة الخاطئة وإجابتك صحيحة و30 بالنقطة أخرى تضاف إلى رصيدكم. 100-100 يا جماعة. تعادل. 100-100 تعادل جامعة القادسية وجامعة واسط. هسه ما مبين شيء لحد الآن. كل شيء ما مبين بالعلامة الكاملة. وصلوا على النبي يا شباب يا جمهورنا يا مشاهدينا لا تحسدوهم ما شاء الله عليهم معلوماتهم عالية. محمد وعلي محمد. علي. نعم. السؤال إلك. أي. مستعد إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال لجامعة واسط للأخ علي يقول سؤال أحسه زين سهل يعني. الرمز ضاد فوق بعض الكلمات التي في حاشية النسخة. نعم. يرمز إلى ضرورة التأمل للعبارة لو ضبط الكلمة للتصحيح لو التمييز بين حرفي الضاد والضاء. 30 ثانية. ضبط الكلمة للتصحيح. ضبط الكلمة للتصحيح. نعم. أثبت. ثبت. ثبت. و130 كنا ماشين صح. ها كنا ماشين صح. إن شاء الله ماشين صح. ماشين صح. الخط العام ماشي صح. بس هذا السؤال ماشين صح. متأكد عني. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. صاروا 130 الجماعة بالتوفيق. حلو علي ما شاء الله عليكم.
علامة كاملة لحد الآن. جامعة واسط 130 مقابل 100 وبعدنا ما سألناهم. جامعة القادسية. جامعة القادسية. لك السؤال يا عباس. قبل شوية هزت راسك على سؤال مو إلك. هسه سؤال إلك. منين هزت راس وإجابة هيك بمنتهى الثقة وبصوت عالي طمن ربعك اللي عينهم على إجابتك. السؤال يقول: السجل الذي تدون فيه الرسائل والعهود ويلف ويجعل في محفظة خاصة حفظا له من التلف يعرف بالطومار، الكراسة، الصندوق. الصندوق أستبعد نهائيا، وكذلك الكراسة، ونثبت على الطومار إن شاء الله. الطومار أثبت؟ نعم ثبت على الطومار. مو صندوق هو؟ والله يعني السجل. الطومار يا أخي الكريم هي الإجابة الصحيحة. 130 130 صار تعادل، التعادل مستمر بين الفريقين ما شاء الله عليهم. مبارك يا عباس. شكرا. ما كنت متأكد أنت؟ لا مرة بي المعلومة عن قريب بس طبعا. انتقالت ملامح وجهك من قبل الإجابة الصحيحة وبعد حاسمة الإجابة حاسمة يعني تخوف. أي صح صراحة. واسم جامعة القادسية وثقلها مرتبط بكل إجابة عندكم يعني، وكذلك صحيح. اسم جامعة واسط. طيب الآن السؤال تشاوري، يعني مع بعض تشاورون وتنطوني الإجابة. السؤال يقول: ماذا يعني مصطلح المجموعة في فهرسة المخطوطات؟ فهرسة المخطوطات أكو هيش مصطلح: أحاديث متفرقة جمعت في مجلد واحد، لو نسخ أو كتب متعددة جمعت في مجلد واحد، لو أقوال لعالم جمعت في مجلد واحد. تفضلوا تشاوروا وانطوني جواب بثلاثين ثانية. لا نسخ، نسخ أو كتب متعددة جمعت. سهلة أسئلتهم وأسئلتكم زينة. أسئلتهم سهلة، أسئلتكم زينة. مليار بالمئة. أستاذنا العزيز، إيه؟ جوابنا هو الإجابة الثانية: نسخ، نسخ أو كتب أو كتب متعددة جمعت في مجلد واحد. أثبت؟ ثبت الإجابة. ثبت كنترول. أنت حتى تلكأت بطرح الإجابة يعني. مو شوية هنا ضمة كذا. لا قصدي يعني ما اعتبرتوها هاي فت علامة إشارة إنه خلينا نأخذ وقتنا. نص الوقت كان عندكم. لا لأنه هم صحيح. هم صحيحة؟ هم صحيح. ليش؟ علمتك. لأنه... متأكد منها؟ كنا متأكدين منها. كلكم متأكدين منها. الإجابة صحيحة. مبارك عليكم العلامة الكاملة. العلامة الكاملة للجولة الأولى والعلامة الكاملة للجولة الثانية، وما شاء الله عنا باردة عليكم. بالتوفيق. حلوة هاي المعلومات العامة اللي تحملوها بالذات في موضوع التراث. شنو؟ شيء رائع بصراحة. إن شاء الله نشوف شيء مماثل، وإحنا شفنا شيء مماثل من جامعة القادسية لأن إجاباتهم لحد الآن كلها صح. أسهم سؤال تشاوري. ما هزل أحس قلق. لا لا إن شاء الله مو قلق. إن شاء الله الأمور طيبة. إن شاء الله الأمور. سجاد طيبة. يضحك. ليش سجاد تضحك؟ ليش تضحك سجاد؟ فكر بالقلق. ترى من يضحك أخيرا. والله أتمنى الأمور. يضحك كثيرا. لأنه نظرا للنتائج يستاهلون. الجولة الأخيرة تحسم ترى من 50 كل سؤال. سؤال التشاوري مازن. نعم. والشباب إن شاء الله. شكل من أشكال الكتب يصطلح عليه أو يصطلح عليه بياض. في فهرسة المخطوطات، فهل هو تصفح الكتاب من اليسار إلى اليمين؟ نعم. لو تصفح الكتاب من الأسفل إلى الأعلى، لو تصفح الكتاب من اليمين إلى اليسار. بلش العداد، والعداد ما يرحم، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أستاذ إن شاء الله الاختيار الثاني. اختيار الثاني؟ نعم. أثبت؟ ثبت. ثبت. نص الوقت عندك. نعم. استغرقت 15 ثانية بس الإجابة. إن شاء الله مر علينا المعلومة. بالإجماع كان لو أكو واحد منكم كان عنده رأي ثاني. لا إجماع إن شاء الله. إجماع إن شاء الله. إجماع إن شاء الله. يعني حلوة كانت الأمور ماشية للتعادل للتعادل للتعادل. وإخفاقة واحدة من عندكم راح تخلي تخلص الجولة الأولى الثانية عفوا مكسورة نتيجة من النتيجتين. كان 130 صارا 160. مبارك عليكم تستاهلون. مبارك لجامعة القادسية إجابة صحيحة و160 160 ما شاء الله. إيقاع سريع
تحدي معلومات حلوة ثقافة الشباب. وأنا أدري وأنت قاعد ببيتك الآن قاعد تجاوب وياهم، بس كم جواب صح كان لحد الآن؟ هم لحد الآن ولا جواب خطأ عندهم؟ فريقين، خلي ناخذ بريك، همامي يسولف ويا الشباب وأرجع لكم الجولة الأخيرة من 50 نقطة كل سؤال. خليكم ويانا. تعادل يخيم على هاي الجولة الثانية. تعادل إيجابي مو سلبي. تمام أكيد إيجابي بس ما حد يتمنى. طبعا صح؟ والله تريد الصدق وإلا أعطى ما حد يتمنى العدو. فكيف إذا هم أصدقائنا؟ سجاد فهمني شنو هاي الثقة اليوم؟ توفيق منه جماعة. إحنا الفريق قوي والله أبطال. إحنا كفريق يعني طاقة شبابية وعندنا طموح ومتحملين مسؤولية صراحة. تحسون الاسئله سهله صعبه بهاي الجوله؟ تنتظركم ترى اسئله بعد صراحة اكثر بالنسبه للمطلعين ما شاء الله يعني. انا اشوفكم مسيطرين انتم زين، وكذلك الاخوه هم ما تم مسيطرين، بس مرات تتفاجئ يعني ما تدري شنو الاسئله اللي راح تجيك. نعم. تمام نعم. ان شاء الله مطلعين عليها الاسئله. الله يستر من الجوله الثالثه. ابتسم اريد اشوفك فايز. هي الضربه القاضيه بعد. كل التوفيق شباب، عندكم جوله حاسمه، لازم يطلع من عندكم فريق فايز بهاي المباراة. كل التوفيق شباب. وصلنا إلى نقطة اللا رجوع، المرحلة الحاسمة الأخيرة. اليوم راح يكون نهاية المطاف واحد من الجامعتين، مو اليوم تحديدا، الآن في هذه الجولة. فنشد حيلنا يا جماعة ونوصل إن شاء الله للتركيز العالي. إحنا نريد نركز بكل سؤال يوصلنا يعني، والسؤال الواحد بخمسين نقطة، والسؤال الأول لجامعة واسط على حساب جامعة القادسية تحديد الأخ سجاد. سؤال يقول: كتب السيد ابن طاووس وصايا لولده محمد البالغ 7 سنوات، فيها فوائد عقائدية وتاريخية وروحية، وحققها الشيخ محمد الحسون. اسم الكتاب شنو؟ كشف المحجة، لو البهجة المرضية، لو الوصايا الخالدة 30 ثانية. بلشت. طارت الابتسام. اختار الإجابة الثانية اللي هي البهجة المرضية. ثبت ان شاء الله. ثبت على البهجة المرضية. صار عندك 13 ثانية تقريبا تقدر تستغلهم. الوصايا الخالدة هي الإجابة الخاطئة الأولى. البهجة المرضية هي الإجابة لا تخوفني. أنت جاي تخوف. أنا جاي أخوفك. الإجابة الخاطئة للأسف، الخاطئة الثانية. عوضون ما يخالف، عوضون عندكم مجال. الإجابة الصحيحة هي كشف المحجة. سجاد شد حيلنا بعد، عندنا مجال، عندنا 50 100 والتشاوري يصير 150. نشد حيلنا يا شباب، نتحول إلى جامعة القادسية. توتر شد أعصاب مو؟ لا إن شاء الله ما عندنا توتر. متأكد؟ إن شاء الله مسيطرين. سؤالك يا علاء يقول إن شاء الله مسيطرين. إن شاء الله. كتاب المراسم العلوية لسلار الديلمي
اختصره أحد أعلام الإمامية وطبع في العتبة العباسية بعنوان مختصر المراسم العلوية. نعم. على نسخة كتبت في حياة المختصر، وهو من اختصار المحقق الحلي لو المحقق الكركي لو العلامة المجلسي. فكر زين وانطيني الجواب. إن شاء الله الاختيار الأول المحقق الحلي. أثبت؟ نعم ثبت. كنترول ثبت على الخيار الأول المحقق الحلي. يعني كانت عندكم فرصة ذهبية تتقدمون بخمسين نقطة. إن شاء الله ولا زالت الفرصة موجودة. إحنا عندنا بعد ثلاث أسئلة، يعني من غير سؤالك ثلاث أسئلة. نعم. وكل شيء ملحوق عليه إن شاء الله. إن شاء الله. بس ها هي هاي المرحلة الأخيرة اللي تحسم يعني. نعم. كانت درجتكم 160، أما الآن فدرجتكم هي ما تطلع هنا إذا ما أحكيها أنا. أنا كم 100؟ ما يباوع لي تباوع للدرجة. كانت 160 صارت الآن 210. إجابة صحيحة لجامعة القادسية. استغلال في محلة للإخوة الكرام في جامعة القادسية لإخفاقة بسيطة لجامعة واسط. بس الإخفاقة البسيطة إذا تكررت ما راح تكون بسيطة. حرامات جبتوها من البداية لحد الآن. نركز أسامة إن شاء الله. سؤالك إن شاء الله يعني أنت قادر عليه، ما أقول سهل بس أنت قادر عليه. السؤال يقول: كان معاصرا للشيخ الطوسي، لقب بنقيب النقباء، سكن الحائر الشريف، الشيخ أبو طالب الحائري، لو الشيخ علي بن محمد العقيق الحائري، لو الشيخ الحسن بن محمد الأسدي. 30 ثانية بلشت. نركز يا أسامة. النظر هنا يا سجاد، لو هنا يا سجاد. مر نص الوقت، ركز على كيفك، ما حد يضغط عليك، فكر، عينك على السؤال، حلل، استنتج وانطيني إجابة. الإجابة الثانية الثانية علي بن محمد العقيقي الحائر. نثبت على الإجابة الثانية لأن الوقت انتهى. الشيخ الحائر. نعم. استبعدت الإجابة الثالثة لأنه سكن الحائر الشريف، فعلى الأغلب راح يلقب بالحائري. يعني كان عندكم فرصة تعوضون. الشيخ الحائري إجابة خاطئة، الشيخ أبو طالب الحائري، ولكن الشيخ علي بن محمد العقيق الحائري إجابة صحيحة. مبارك عليكم، رجعنا مرة ثانية، صرنا 210. مبارك حبيبي، تستاهلون. جامعة واسط شكرا. جامعة القادسية يعني منافسكم مو سهل. تتقدمون خطوة يتقدم خطوة، تتقدمون خطوة يتقدم خطوة. قاعد تسمعون الأنفاس، أنا من يمي قاعد أسمع. نعم نعم. السؤال للأخ الكريم مازن، سؤالك أيضا أنت قادر عليه إن شاء الله. يقول: صاحب الحاشية على تهذيب المنطق المعروفة بحاشية الملة ويلقب بنجم الدين، من هو؟ الملة عبد الله بن الحسين اليزدي، لو الشيخ فتح الله ابن شكر الله الكاشاني، لو الشيخ محمد بن الحسن الاسترابادي. 30 ثانية بلشت، ركز زين، حلل وانطيني إجابة. تركيز تركيز هو مفتاح الحل. خمسة عشر ثانية. سبع ثواني إن شاء الله. ال ثانيتين شكبي بس. أسري الإجابة. الإجابة الأولى. الخيار الأول ثبتنا لأنه الوقت انتهى. الملا عبد الله بن الحسين اليزدي. لأن جنت متردد هواية. صار عندي شك صراحة بين الاختيار الأول والثاني. الأول والثاني. نعم. ليش استبعدت الثاني؟ يعني أنت جنت متردد، أو عفواً شاك بإجابتين واحدة منهم صح. نعم. ها. إن شاء الله نثبت على الأول. يعني أنت لو ماخذ الشيخ الكاشاني كانت ستكون إجابتك خاطئة. ها؟
خاطئ إذا مختار الكاشان. الإجابة صحيحة، 50 نقطة أخرى تضاف إلى رصيد جامعة القادسية. مبارك عليكم، مبارك. صرنا 260 في قبال 210. الأمور طيبة إن شاء الله يا جامعة القادسية، بالتوفيق. السؤال قبل الأخير، ظل عندنا سؤالين لجامعة واسط، سؤالين لجامعة القادسية، يعني 100 نقطة هنا و100 نقطة هنا. أي إخفاقة لا سمح الله من أحد الفريقين، الموضوع معناه الفريق الثاني راح يتقدم والأمور تصير أسهل إله. فنركز السؤال قبل الأخير لجامعة واسط تحديداً يم الأخ الكريم علي. سؤالك يا علي يقول: له أدلة الأحكام وحاشية تهذيب الأصول إلى علم الأصول. السيد جمال الدين الموسوي، لو الشيخ حسام الدين الحلي النجفي، لو الميرزا إسحاق القزوين. 30 ثانية بلشت. ناس الجاد توتر، مو نجيب لكم مية تشرب خويا. قلنا من يضحك أخيرا. ظلنا 12 ثانية. إن شاء الله إن شاء الله أموركم طيبة بإذن الله. إن شاء الله أروح ويا الإجابة الثانية اللي هو الشيخ حسام الدين الحلي النجفي. نثبت نثبت الخيار الثاني، الشيخ حسام الدين الحلي النجفي. ما عندك فكرة جامعة واسط كم طالب بيها؟ إيه ما عندك فكرة، لكن قرابة 10,000 تقريباً. فلو فرضنا رقمك صح، فتخيل 10,000 طالب تمشي بنصهم يقولون هذا اللي خسرنا لو هذا اللي فوزنا. كان عندكم 210. الآن 260. الآن رصيدكم 260. إجابة صحيحة. يستاهلون الجماعة، يستاهلون 10,000 طالب، تستاهل واسط العودة للمنافسة. مبارك عليك الإجابة الصحيحة يا علي. ها بس أنت راح تجلطني. شنو؟ والله راح تجلطني. ليش؟ لا إن شاء الله سلام وعافية. إن شاء الله سلام وعافية للأخوة في جامعة واسط والأخوة في جامعة القادسية. المنافسة حادة جداً. تشويق إثارة. السؤال الأخير لجامعة القادسية يقول، قبل الأخير عفوا، تحديداً يم الأخ عباس: له تبيان القوانين وتبيان اللمعة، الشيخ حسن بن علي أصغر البارفروشي، لو السيد إسماعيل التنكابني الحائري، لو الشيخ حبيب النجفي. 30 ثانية بلشت. الأول والثاني. الأول والثاني. إيه. فلو لو كانت المسابقة تعطيني إجابتين وأنا أختار، بس مع الأسف تختار أختار إجابة واحدة بس من عندك. أجرب حظي على لأن ما متأكد. الشيخ حسن. عندك 9 أنت. ها؟ الشيخ حسن الأول يعني؟ نعم. ثبت يمك الموضوع. ثبت إن شاء الله. ثبت على الشيخ حسن. الشيخ حسن بن علي أصغر. الخيار الأول. حركت رأسك إنه أنت موافق. ورا ما قلنا نثبت، هذا مسموح قانونا. ورا ما نثبت الإجابة مسموح أنه واحد يحكي ويا الثاني من زملائه، بس قبل التثبيت لا. صراحة يعني الاسم يعني مار علي. مار عليك بس هم متأكد 100%؟ يعني تقريبا 90%. يعني بالذات هذا السؤال غير قابل يعني لل لأنه يعني الوضع. هذا السؤال قبل الأخير 50 ثانية، أو عفوا 50 نقطة. تحسم يعني، تخيلوا 260 تصير 310. إن شاء الله صير. أنا أريدها بهذا السؤال تصير، مو باللي بعده، يمكن باللي بعده تصير 310. إجابتك يا عباس هي إجابة صحيحة، 50 نقطة تنضاف إلى رصيد جامعة القادسية. الخير والبركة وتستاهلون. يا رب التوفيق لكم والتوفيق إن شاء الله للأخوة في جامعة واسط. السؤال الأخير اللي يميز من اللي راح يغادر هذه المسابقة ومن اللي راح يكمل لشبه النهائي جامعة واسط. السؤال يقول بالتشاور طبعا: مؤسس مدرسة نجم الأئمة الدينية
هو آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني، لو آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، لو آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض. 30 ثانية بلشت. والله إن شاء الله ختامها مسك، والجواب هو آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني. نثبت؟ ثبت الإجابة. ثبت على الخيار الأول آية الله العظمى سيد علي الحسين السيستاني. ماكو أي توتر. أول خمس ثواني. ماكو أي توتر لأن الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. مبارك عليكم يا جماعة. صرنا 310-310. الآن تعادل. شوفوا بس توضيح للفريقين ولسادة المشاهدين. في حال انتهت المباراة بالتعادل ينضاف سؤال ذهبي بسؤال ذهبي. تعادلوا ينضاف سؤال ذهبي بسؤال ذهبي وهكذا إلى أن تحسم المباراة من قبل أحد الفريقين. سؤال جماعي؟ سؤال جماعي نعم. الآن 310-310. أنتوا سويتوا اللي عليكم. كل اللي عليكم الآن تنتظرون الجماعة. ظلت يمهم. أجابوا صح. نلتقيكم إن شاء الله بالموسم اللاحق. على خير وبركة إن شاء الله. أجابوا خطأ صارت عندكم أمل أنه تصير الأسئلة الذهبية اللي تقابل ركلات الترجيح بعالم كرة القدم. السؤال الآن لكم إخواني الكرام، سؤال تشاوري اسموها جامعة القادسية كلها عينها عليكم. السؤال يقول مؤسس مدرسة العلامة البلاغي الدينية الشيخ محمد علي البلاغي، لو الشيخ محمد جواد البلاغي، لو آية الله العظمى السيد السيستاني. 30 ثانية بلشت. اعطوني إجابة، عندكم وقت إذا تريدون تاخذون وقت. طبعا هو مؤسس المدرسة، إن شاء الله آية الله العظمى السيد علي السيستاني. يعني أثبت؟ ثبت إن شاء الله. ثبت على آية الله العظمى السيد علي السيستاني اللي هو الخيار الثالث. نعم. شوف قل لكم إياها إن شاء الله مطمئنين. قل لكم إياها. نعم نعم. من أول حلقة في هذه المسابقة لحد الآن ولا مرة صارت سؤالين واحد ورا الثاني الإجابة الصحيحة نفسها. نعم. فأنتوا جازفتوا مجازفة كبيرة في وقت ما يحتمل مجازفات. إن شاء الله. أستاذ عن معلومة إن شاء الله. إن شاء الله عن معلومة مرة. يعني إذا نرجع نعطيكم 30 ثانية ما تغيرون؟ لا ما لا لا ما نغير أبداً. حلوة الأسئلة الذهبية. حضرين أسئلة ذهبية كنترول؟ لا 15 سؤال هواية عليها لأن أنا متأكد أول سؤالين راح يحسموها. يعني شنت أتمنى تنحسم بالأدوار اللي بالبداية، يعني ما تنحسم بالأهداف الذهبية. ما أدري شلون أنتم متأكدين من هاي المعلومة بصراحة. ما أعرف صراحة مرة عليها يعني خلال المطالعة والدراسة. متأكد بنسبة 100%؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شو تقولون؟ يستاهلون صحيحة ومبروك لهم. إجابة صحيحة؟ مبروك لهم. مبروك. شوف راح أكسر التوقعات وأقول لو ما أكسرها أمشي ويا التوقعات. الإجابة صحيحة. مبارك لجامعة القادسية التأهل إلى نصف نهائي هذه البطولة، هذه المسابقة. على الخير على مازن عباس، تستاهلون. الله يسلمك استاذ. جامعة واسط صراحة من أروع الجامعات اللي قابلناها في هذه المسابقة. صراحة أديتوا اللي عليكم، قدمتوا مستوى عظيم 310 درجة رائعة جدا. سبحان الله التوفيق بالنهاية ما كان في هذه المسابقة حليفكم، بس إن شاء الله التوفيق دائما حليفكم. سباع مثقفين معلومات عامة رائعة. سجاد نبتسم نبتسم. من يضحك سجاد؟ سجاد هو هاي الفترة كلها هو اللي يرسم الابتسامة على وجوهنا. تعال يا سجاد. راح أسامح نفسي. لا ليش بتسامح نفسك سجاد؟ بالعكس سجاد من أبطال هذه المسابقة وعلى امتداد هذه الأيام كان يقعد ويانا ويا الكادر ويا الفرق جميعا. نكات حلوة نسمع من عنده، صاحب روح جميلة. سجاد جامعة واسط راح تشكرك. بالعكس قدمت اللي عليك وزايد بالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا سجاد. شكرا يا الكنترول قاعد يصفق. يلا سجاد بطل. سجاد بطل. سجاد بطل. سجاد ارجع بمكانك يا سجاد. لا 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 سجاد سبع. سجاد سبع. وجامعة واسط بصراحة قدموا مستوى رائع جدا. ما يعني
هي مشاعر جياشة، هي أحاسيس، هي مسابقة مليئة بالإثارة، بس ما نرضى بدموعك. دموعك غالية يا سجاد، وإن شاء الله التوفيق في القادم الأيام. أنا أتمنى جامعة واسطة يشوفون هذا الحرص اللي عند سجاد، لأنه لو كل إنسان ينتمي بهذا الروح إلى المكان اللي هو به، كل العالم بخير. شكرا يا سجاد، شكرا يا جامعة واسطة، رائعين جنتوا. شكرا يا جامعة القادسية، رائعين جنتوا بصراحة وتستاهلون. الآن السؤال للإخوة الكرام المشاهدين، سؤال جائزة الأولى هي العمرة، والجائزة الثانية هي زيارة الإمام الرضا عليه السلام، والجائزة الثالثة هي زيارة السيدة زينب عليه السلام. السؤال هو: صدر عن مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة الشمعة في أحوال ذي الدمعة، وهو من تأليف السيد هبة الدين الشهرستاني، لو الشيخ باقر القرشي، لو الشيخ ابن فهد الحلي. لما تعرف الإجابة الصح ابعثها برسالة واتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة مع اسمك الرباعي. وللمهتم بشؤون هذه المسابقة ويريد يعرف تفاصيل أكثر عنها، بإمكانك أن تزور هذه الروابط الموجودة أمامك. شكراً لطيب المتابعة، شكراً لأن كنا ضيوف على بيوتكم وعلى شاشاتكم على امتداد هذه الدقائق. لنا لقاء إن شاء الله في الغد، في أمان الله وحفظه.